السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مصري في برلين. حبيت النهاردة أصور لكم يعني شارع وتجاري في برلين. طبعا زي ما انتم شايفين هنا المنطقة دي راقية شوية، هتلاقوا فيها العربيات يعني الضخمة شوية، بي ام والموستنج والحاجات ديت. ده شارع زي شارع الشوارب اللي عندنا في مصر، ما يمشيش فيه العربيات خالص، وهو شارع يعني الناس بتيجي هنا. طبعا هتلاقي الكافيهات، انا هوريك بس يعني جزء كده من المحلات اللي هي بتبقى فيه. ادي التيكا ماكس مثلا، ده محل بيبيع الحاجات الموديلات بس يعني الماركات بس. هنا مثلا محلات الدي ام، هناك هتلاقوا محلات اللايزا، دي محلات جزم بس جزم يعني في الماتيريال بتاعها كويس جدا وغالية وبيبقى عليها ضمان يعني. هنا محلات اللي هناك التندة الحمراء ديت مخبوزات، والناس بتيجي هنا تشرب القهوة والحاجات ديت. لو عدينا احنا على الناحية التانية هنلاقي ان العربيات ما، وادي هناك كده هتشوفوا في محل الفلافل طعمية وسندوتشات الدونر اللي هي بتاعت الأتراك زي الشاورما اللي عندنا كده في مصر. وهنا دي أجزخانة المكتوب عليها بالأخضر ديت، وأدي الشارع من الناحية التانية. هتلاقوا برضو في بتاع مشاه بس، وده شكل الأتوبيس الجديد بتاع ألمانيا، واحنا دلوقتي منتظرين الإشارة بتاعت المشاة اهي اللي هناك اهيت. ولو هنعدي الناحية التانية همشي الناحية التانية شوية وهوريكم برضو جزء من المحلات اللي هناك. ولو حبيتوا يعني اصور لكم في محل من المحلات دي تكتبوا لي في التعليقات وانا تحت امركم. هناك ده برضو محل لبس اعتقد اسمه شي سار. طبعا في محلات دي بتبقى ماركات عالمية بس ممكن ما نكونش احنا عارفينها او معروفة، بس مش معروفة بالنسبة لي انا. دلوقتي خضرة انا عدي كله هيعدي. ادي مثلا انا ما حدش بيستنى على حد. دي عربية تقريبا مش عارف مزاراتي او حاجة زي كده. هنا جزء الشارع اهو زي ما انتم شايفينه، يمين وشمال مفيش عربيات، يعني عامل زي شارع الشوارب عندنا كده في مصر. و دي محلات الفولفورس انجليزي، ودي برضو منظر الكافيه، اشربوا قهوة بأنواعها بقى، قهوة باللبن، قهوة بالكابوتشينو، لاتا ماكياتو، حاجات زي كده كتير. هنا في سنتر قدام على الشمال، ومحلات الكارشتات دي معروفة هنا في ألمانيا، بيبقى برضو جواها كلها ماركات وحاجات زي كده. هنا المحلات الروسمان، هنا كل المحلات تقريبا يعني، بس أنا بعرض لكم حاجات بسيطة كده يعني، وما بحبش أنا أطول في الفيديوهات يعني 4 5 دقايق بالكتير عشان المشاهد ما يملش، أنا بحط نفسي مكان المشاهد يعني. فادي ودي حنفيات اهي اللي انا كنت عملت عليها فيديو قبل كده،
دي مية طبيعية تقدروا تشربوا منها، يعني نقية 100% طبيعية 100%. ودي محلات الكرشتات هناك اهي، تبقى كذا دور، وفي واحد اهو هناك تركي فارش بالفاكهة ويبيعها. ودي محلات الفيلمان، دي محلات النظارات. فدي كانت نبذة مختصرة كده عن زي شارع الشواربي في مصر. فياريت الفيديو يعجبكم وتدونا الإعجاب والجرس وتشتركوا في القناة، وإلى فيديوهات أخرى من ألمانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.